في كل مكان يصلكم بث القنوات الرياضية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم الصحافة، حيث نستعرض معكم ومن خلال ساعة كاملة أبرز ما حفلت به صحافتنا الرياضية المحلية لهذا اليوم. وبإمكانكم أيضا أنتم المشاركة من خلال هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن بالسؤال والرأي والأطروحة، وأيضا فيما يتعلق بالتعليق على ما يقوله ضيوفنا الكرام من تعليقات على الأخبار التي سوف نختارها لكم ونتعرف عليها بعد أن نتعرف على فقرة المنشط. في صحيفة الرياضية، الشباب يعود إلى مفاوضة العويس. وفي صحيفة الرياضي، نور والماجد يشاركان أمام أتلتيكو. أما في صحيفة النادي، تقديم القوائم النهائية اليوم وفترة الانسحاب بلا غياب. أغلق أبواب النادي 40 يوما، النصر يغرق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبعد أن توقفنا في فقرة المنشطات نتعرف على ضيوفنا الكرام المتواجدين معنا في هذه الحلقة، وهما الزميل حمدان الغامدي. حياك الله أبو يزن. هلا والله أخوي خالد، مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام، زملاء خلف الكنترول والزميل وائل من جدة. الترحيب موصول بالزميل وائل النجار الإعلامي الرياضي من جدة. حياك الله أبو عبد العزيز. حياك الله يا خالد، رحب فيك ورحب بالزميل حمدان وجميع المشاهدين الكرام. صحيح، انا قلت ابو عبد العزيز ولا اني غلطان؟ لا ما عندي عبد العزيز. رجال شكلي غلطان انا. طيب ابو مين انا؟ انا ابو وسن. ابو وسن؟ نعم. والله ونعم الله. اذا كل الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين، وقبل أن نتوقف في فقرة أو العناوين الرئيسية الخاصة بهذه الحلقة، نعيد عليكم مشاهدي الكرام بأنه بإمكانكم المشاركة أيضا معنا من خلال هاشتاج البرنامج وعناوين التي اخترناها لكم اليوم، والتي سوف نبدأها بهذا الخبر في صحيفة الجزيرة. في صحيفة الجزيرة، الحملات الانتخابية تبدأ اليوم، ولجنة الانتخابات تعلن اليوم القوائم النهائية للمرشحين لاتحاد الكرة. في الخبر الذي كتبه الزميل أحمد العجلان، تعلن لجنة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين الأسماء النهائية للمرشحين للرئاسة وعضوية اتحاد كرة القدم، ومن المنتظر أن تظهر أسماء الرباعي خالد المعمر وسلمان المالك وعادل عزة ونجيب أبو عظمة كمرشحين نهائيين للرئاسة، في حين سيتنافس على منصب نائب الرئيس ياسر المسحل وخالد ثنيان، ويتنافس على عضوية المجلس عدد من الأسماء أبرزهم خالد المقرن وأحمد العقيل وعبد الله البرقان وناصر الحمدان وخالد الزيد. هذا وستبدأ اليوم فترة الحملات الانتخابية وحتى يوم الاقتراع الموافق للحادي والثلاثين من ديسمبر. بالبدايه راح ابدا من جده استاذنك ابو يزن، ابدا من جده عند ابو وسن. يعني بقراءتي للاسماء زميلي وائل، يعني لو تلاحظ ان مجموعه كبيره من هذه الاسماء التي يعني سوف تمثل عضويه المجلس المختار الجديد هي كانت تعمل في المجلس القديم، في مجلس اتحاد الكره القديم. نعم. وأنت تعلم أن اتحاد الكرة القديم يعني كان عليه الكثير من الإشكاليات. صحيح. استمرارية هذه الأسماء، هل هذا يعطي دلالة على أن العمل سوف يسير بنفس النسق المتبع في الاتحاد القديم؟ طبعا خالد لازم نكون واقعين، الاتحاد الجديد
من سيصوت له هم أعضاء الجمعية العمومية وأصوات الأندية، هي من ستختار رئيس الاتحاد وكذلك أعضاء الاتحاد الجديد. مسألة الأسماء السابقة ما زالت موجودة، وكذلك في عدد من الأسماء تم ترشيحها، لكن زي ما وضحت في البداية خالد يعني في التقرير إنه كثير من الأسماء موجودة حتكون مشاركة في الاتحاد المقبل، لكن أنت اللغط ليس فقط يعني على الأسماء، هو كان على عمل اللجان. يعني احنا كنا نعرف انه كانت اكثر اللجان الاشكاليه كانت لجنه الحكام، لجنه الانضباط، لجنه الاستئناف الاخيره يعني مع بعض قراراتها، لكن مثلا عندك لجنه الاحتراف، لجنه المسابقات كان فيها رضا وقبول من غالبيه الوسط الرياضي، لكن يعني استثناء لجنه الحكام ولجنه الانضباط ما اعتقد كان في اشكاليات كبيره من بقيه اللجان او حتى الاسماء التي تعمل فيها. طيب انت في المقام الاول الاتحاد السعودي الحالي، نفس الاتحاد السعودي الحالي في الاشهر الاخيره ادى عمل الكل اشاد به، يعني معها اخفاقات الاربع سنوات الماضيه من سواء نتائج على مستوى المنتخبات السعوديه، من كثير من القضايا اللي كسبها الاتحاد السعودي، من وجود صوت اصبح صوت قوي. طيب خلينا نرجع القضيه اللي انت ذكرتها، يعني انا ما ودي ان نتشعب بالموضوع، لكن بستشهد بالقضيه اللي انت ذكرتها وكسبها الاتحاد السعودي ضد الاتحاد العراقي، وأقرت الكأس أن تقام المباراة على أرض المملكة. هناك من يقول أن الاتحاد السعودي لكرة القدم والمفوض الآسيوي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم يعني لم يكن له ذلك الدور، إنما كان الدور للمحامي الذي تولى هذه القضية وأبدع فيها في إقناع المسؤولين في الكأس بأحقية المنتخب السعودي في اللعب على أرضه. أيا كان صاحب القرار أو صاحب اليد الطولة في تحويل المباراة من أرض محايدة إلى عودتها مرة أخرى إلى المملكة، تشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد، مثل ما كان في انتقادات شديدة على الاتحاد السعودي، وكلنا كإعلاميين وفي الوسط الرياضي كنا مثلا بننتقد عمل الاتحاد السعودي، ضعف الاتحاد السعودي، يعني كان صوت الأندية أقوى بكثير من صوت الاتحاد، يعني الاتحاد وأحمد عيد وكثير من لجانه، لكن لابد أن نعطي الناس حقهم مثلا في العمل الجيد اللي فرضوا نفسه في الفترة الأخيرة سواء على نتائج المنتخب، ابتداء من إحضار فان مارفيك مدرب الفريق الأول، النتائج التي تحققت على صعيد منتخب الشباب والوصول إلى كأس العالم، كثير من الأمور اللي حدثت في الاتحاد السعودي في الأشهر الأخيرة يا خالد أعتقد أنها أفضل بكثير، يعني ومحت كثير من إخفاقات الأربع سنوات الماضية اللي مر فيها الاتحاد من إخفاقات وأخطاء. طيب. لكن أعتقد أن البعض عنده مشكلة، يعني حتى لما الناس تأدي عمل ده ما يبغوك حتى يعني تشيد بالدور اللي قاموا به، يعني لما نختل الاتحاد نحمل أحمد عيد ولجانه، طيب ولما نشيد الاتحاد نقول المحامي والجهات الأخرى. طيب. لا نعطي الناس حقهم. نقطة أخيرة في هذا الموضوع قبل أن أنتقل للزميل حمدان، أنت ذكرت أن استشهدت باللجان التي يعني كان لها فاعلية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللجان في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي اللي هو برئاسة أحمد عيد، بقية اللجان لم تشر إليها بأي نوع من الإشادة كما أشرت وأشدت أيضا بهذه اللجان. نقدر نقول أن من وجهة نظرك أن اللجان هذه هامشية نوعا ما، أم لم يكن هناك أحداث تستوجب ظهور هذه اللجنة وظهور أدوارها؟ لا، هي لجان معينة هي اللي دائما تكون ظاهرة سواء أمام الرأي العام الإعلام وكذلك الجماهير، هي دائما لها يعني شيء مباشر مع الأندية أو المنتخبات، مثل زي ما قلت لك لجنة الحكام ولجنة الانضباط دائما احنا بنشاهد اللغط عليهم، كثير من الأندية بتقدم اعتراضها وامتعاضها من قراراتها، لجنة المسابقات، لجنة الاحتراف أدت عمل جدا مميز في السنوات الأخيرة الكل أشاد فيها، مع احترام البقية اللجان ما لها احتكاك مباشر بالوسط الرياضي، ممكن حتى الأندية ما تتطرق لها كثير من تصريحات مثلا مسؤولين الأندية، لكن زي ما قلت لك اللجان الأربعة هذه هي اللي ظاهرة بشكل كامل، مثل ما نقول في الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد وأمانة عام اتحاد كرة القدم هي الاثنين أو الأشخاص المخولين دائما في الظهور أمام الإعلام والرد على كثير من الأشياء اللي تكون ملامسة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بقية الأشخاص مع احترامي الشديد لهم ما كان لهم ظهور كثير، وهذا عدم الظهور يعني
أدى يا خالد أنه ظهور بعض الأشخاص الممتعضين من قرارات الاتحاد ومن الأمور اللي تحصل في الاتحاد، هذا أمر طبيعي جدا. طيب أبو يزن، يعني كثير من النقاط ناقشتها مع الزميل وائل عن هذا الخبر، سؤالي لك يعني إذا كان في جديد في الاتحاد القادم بهذه الأسماء بهذه العناصر وبهذه الصورة التي يعني بدأت تظهر للمشاهدين بشكل جلي، يعني هل سيكون هناك جديد وما هو هذا الجديد؟ الجديد أخوي خالد أنه الانتخابات غالبا ما تفرز لنا الأفضل ولا تفرز لنا الشخص اللي ممكن يقود دفة الرياضة بالشكل الصحيح، على اعتبار أنه بدأت الانتخابات وحملة الانتخابات والأسماء المرشحة بدأ فيها نوع من اللغط، أبرزها استبعاد خالد معمر ونجيب أبو عظمة، وبعد فترة الاستئناف الاسمين وجدناهم رجعوا من جديد وهم اليوم قاعدين يخوضوا غمار حملة الانتخابات. كونك تبدأ بهذا النوع من الشد في الانتخابات والتنافس على مقعد الرئاسة يطرح يعني أسئلة كثيرة، من أهمها بالنسبة لي اللاعبين القدامى اللي مارسوا لعبة كرة القدم من 20 و25 سنة، اليوم وين دورهم في رئاسة الأندية أو حتى في حملة الانتخابات أو تواجدهم، مثل ما شفنا على سبيل المثال في حملة انتخابات قطر 2022 أحد اللاعبين المهمين في هذه الحملة اللاعب سامي الجابر. إحنا اليوم بنشوف أيضا الانتخابات هذه، مين الأسماء الموجودة، مين العناصر اللي ممكن تقود هذه الحملة. الجديد في اللجان كرة القدم حيكون، احنا اليوم بنعرف انه 15 لجنة موجودة في الاتحاد، ومثل ما ذكر وائل بعض الاسماء ما شفناها ولا سمعنا عنها ولا لها اي دور في الاتحاد السابق. اليوم الاتحاد الجديد في منظومة كرة القدم معروف انه العمل الاستراتيجي المنظم لا يتعدى 11 عضو، لكن احنا شفنا في الاتحاد السابق 19، افرز تكتلات داخل الاتحاد، افرز احزاب، اللجان لا يمكن تتعدى 7 إلى 8 لجان، في لجان رئيسية ثابتة على رأسها لجنة الحكام والاحتراف والانضباط والاستئناف، وباقي اللجان تتم وفق احتياجات اللعبة. لكن احنا اليوم بنشوف الاتحاد ممكن يكرر نفسه من خلال هذه الأفكار، لأن الأشخاص نفسهم مكررين، نجد أن كل شخص ينتقل من اتحاد إلى اتحاد ومن لجنة إلى لجنة. أنا حزين حقيقة على وضع الأسماء الموجودة، لو سألتني شخصيا الأسماء كلها أنا ضدها تماما، على اعتبار أنه ما يوجد لاعب ممكن يرجح كفة وشغف الجماهير الرياضية الموجود أو حتى من اللاعبين اللي هم جماهيرية في المملكة العربية السعودية على اختلاف ميولهم. بالتالي احنا بنشاهد أسماء برزت لنا في الفترة الأخيرة، ومعليش لو استثنيت خالد بن معمر، خالد بن معمر اسم معروف وكبير جدا في الوسط الرياضي، أقلها أنه كان أحد المنافسين لأحمد عيد في فترة الاتحاد السابقة، عادل عزت، نجيب أبو عظمة، سليمان المالك، أسماء جديدة في الوسط الرياضي ما لها أقل من 5 إلى 6 سنوات. طيب اللائحة اللي أصدرها في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم أنه العضو هذا لازم يكون له 15 سنة في الوسط الرياضي، بشكل أو بآخر تم إيجاد هؤلاء الأشخاص في الوسط الرياضي بتعاريف بأوراق بشكل هامشي بشكل ودي بشكل حتى يعني غير مشروع، فبالتالي أصبح هؤلاء الأشخاص تنطبق عليهم اللائحة أو المدة الزمنية 15 سنة. غير مهتمين في اللعبة، لا يمكن أنهم يقودوا اللعبة إلى بر الأمان بالشكل اللي يتطلع له الجمهور الرياضي. طيب أرجع للتغريدات، الرياضي يقول لجنة الاحتراف وأن كان لها عمل مميز فقد كان لها أخطاء كبيرة وكثيرة خلال الفترة الماضية. محمد المتحم يقول عندما ينفصل الرأس عن الجسد تموت بقية الأعضاء، ولكن هنا رأس الاتحاد أحمد عيد ذهب ونرى بقية الأعضاء لا زالت وستكون مع الرأس الجديد. زيدان أحمد طبعا يعتب على صحيفة الرياضية هذا الخبر الذي شاهدناه في المانشيت الذي قرأناه قبل قليل حول عفوا أو صحيفة النادي حول هذا الخبر الذي المانشيت الذي لاحظناه تحت عنوان النصر يغرق، ويعني يرى أنه تحامل من الصحيفة على نادي النصر. بالفعل يعني الأمطار أثبتت أن نادي النصر يعني بالصورة تشايف أمطار وثيقة رسمية أغرقت النادي، يعني بعض المتابعين ينظرون للأمور بنوع من الحساسية، يعني خذ الأمور على ظاهرها، يعني لا تبحث في تغريدة يا خالد ذكرتها أنت أنه يقول فصل الرأس والجسد، هذه تتفق مع الكلام اللي أنا ذكرته قبل شوي أنه الأفكار حتنتقل من أحمد عيد إلى الإدارة الحالية،
بالتالي لن نجد تطوير، لن نجد شيء. الجمهور اليوم حقيقة نحترم ذائقتهم وباتوا على قدر ووعي كافي جدا أنهم يقدروا يقيم الأمور. صحيح أنهم ليسوا أصحاب قرار، ولكن كتكتل أو كجماهيرية في ناديهم بيحدثوا نوع من القرارات أحيانا، وهذا أمر طيب. لكن حقيقة أنهم بيتعاطوا مع أحداث الوسط الرياضي بشكل جميل جدا وبيطرحوا آراء جميلة جدا. طيب. إحنا اليوم أمام اتحاد جديد، يفترض أن الأعضاء يكونوا جدد. طيب. متخصصين متفرغين. متوقع. طبعا فيما يتعلق بهذا الخبر، الشباب قالوا لي قبل شيء أنه في بيان صدر أمس من نادي النصر يطالب الهيئة العامة للرياضة أو يجدد المطالبة بالهيئة العامة للرياضة لإصلاح النادي وعمل صيانة للنادي، خاصة نادي النصر. سبق وأن اكتشف أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى صيانة في نادي النصر، وكانت هذه هي النتيجة النهائية عندما حل المطر. اللهم اجعله غيثا هنيئا مريئا واسقي به البلاد وقلوب العباد. كشف لنا الكثير من القصور فيما يتعلق، خلينا بشكل خاص في الأندية، معلنا من بقية الأمور الثانية أو المجالات الثانية. طيب أنا برجع لك في كلام تذكرته قبل قليل وباشرك وائل فيه. يعني أنت الآن ذكرت أن وجود هؤلاء الأسماء ما راح يعطينا جديد في الاتحاد الجديد، وأيضا راح يكون هذا راح يعمل تكتل وراح يكون في سيطرة على القرارات في الاتحاد. صحيح. الجديد. صحيح. أنت تراها من هالناحية؟ أنا أراها من أنه احتاج كرة القدم والجمهور الرياضي تحتاج إلى أفكار جديدة ودعم جديد وإثارة جديدة للجمهور الرياضي من خلال التسويق، من خلال الاستثمار. لما أجي الآن بنفس الأعضاء ونقول لهم من اتحاد إلى اتحاد، وإحنا عانينا في الأربع سنوات الماضية، بل على العكس كانت أربع خمسة مواسم أيضا، لأنه كان في سنة بالتكليف لأحمد عيد، ومن ثم الانتخابات، ومن ثم أربع سنوات. إحنا اليوم حنعاني لو نرجع تصريح أحمد عيد لما سألوا هل ترغب في التمديد إلى حتى نهاية الموسم. أحمد عيد وصل إلى مرحلة كافية جدا من الضغط اللي لا يمكن يتحمله أي شخص. وأنا متأكد تماما طالما بداية الانتخابات كانت بهذه الأسماء وكانت بهذا الشد وهذا الجذب وهذا الاختراقات الغير شرعية في توثيق إثباتات الانضمام لرئاسة مجلس الإدارة الاتحاد، حتعطينا أمور هشة في الداخل، وممكن نتفرغ للأمور الإدارية ونضيع الأندية والمنتخبات ورابطة المحترفين. أيضا من أجمل القرارات أن رابطة المحترفين صارت مستقلة حتى الجمهور يعني يهنى برياضة كرة قدم جميلة، واتحاد القدم على الفئات السنية والمنتخبات أتوقع أنه راح تكون في سكة يعني صعبة جدا. جميل أبو وسل، خليني أرجع لك في هذا الموضوع وفي آخر نقطة نثيرها في هذا الموضوع. يعني فهمت أنا من كلام الزميل حمدان أن هناك مجموعة من التكتلات راح يكون لها أجندة، الأجندة هذه راح تؤثر أو تضغط على الرئيس القادم بشكل أو بآخر حتى في اتخاذ القرارات التي سوف تصدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم. وشاهدنا في الاتحاد الحالي اللي هو الاتحاد الذي رأسه الأستاذ أحمد عيد الكثير من الشواهد التي يعني بالفعل رأينا الاتحاد السعودي لكرة القدم وعلى رأسه الأستاذ أحمد عيد لم يكن لديهم ذلك القرار أو على الأقل الإقناع فيما يصدر من قرارات من الاتحاد السعودي لكرة القدم. هو يفضل أن يكون اتحاد جديد، رئيس اتحاد بأعضاء جدد، يعني يكون فكر جديد يدخل على الرياضة السعودية. لكن مسألة أنه اختيار عدد من الأعضاء من الاتحاد السابق للاتحاد الجديد، هذا أعتقد أمر طبيعي، لأن احنا شاهدنا كثير مثلا من الأندية عدد من العاملين مع الإدارة السين ينتقل الإدارة صاد، وهذه الأمور شيء طبيعي. لكن بالمجمل خالد، الجماهير سايمت الوضع العام. يعني ممكن قلنا أستاذ أحمد عيد في الفترة اللي مسك فيها الاتحاد السعودي أنه كان البعض التمس لهم العذر أنها سنة أولى انتخابات، كانت طيلة السنوات يعني منذ تأسيس الرياضة في المملكة كانت رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم مثلها مثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقا والهيئة العامة للرياضة، تأتي مثلا بتكليف من أعلى سلطة في المملكة. لكن هذه انتخابات وضح فيها الجانب الإيجابي والجانب السلبي، لكن الأمور حتستمر يا خالد. يعني مسألة أنه اليوم أنت مثلا في مرشحين وفي ناس مثلا مع المرشح ضد مرشح آخر، فهذول حينتقلوا إلى بعد ما يتم انتخاب الاتحاد السعودي الجديد حيتصيدوا الأخطاء، ينتظروا أي تعثر للاتحاد ويبدوا سيوفهم على هذا الاتحاد وعلى رئيس الاتحاد، لأنه هذا أمر طبيعي. هذه هي الديمقراطية اللي يطالبوا فيها البعض بوجود انتخابات. هذه الانتخابات اليوم ماذا حققت سواء على مستوى الأندية أو حتى في المنتخب أو على مستوى الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل عام؟
فأتوقع أن الأمور ما في تغيير كبير سواء في الفكر ما بين الاتحاد السابق والاتحاد الجديد، إلا في حال أن رئيس الاتحاد الجديد يأتي هو يختار أعضاء مجلس إدارته بالكامل ويختار أعضاء اللجان اللي يعملون معاه بالكامل، يكون هو المسؤول خلال ال4 سنوات اللي يتم فيها تنصيبه أمام وسائل الإعلام وأمام الأندية، لأنه اليوم الأندية ما أعتقد بسهولة حتعطي صوتها لأي مرشح كان، لا من يعني يوافقهم الميول أو حتى ضدهم، لأنه شاهدوا السنوات الماضية بعض الأندية اللي أعطت صوتها لأحمد عيد ظهرت بكل وضوح وانتقدت وقالت إحنا اللي أعطينا صوتنا ومن هذه الأمور. فأعتقد أن الأسطوانة هذه قد نسمعها يعني في قادم الأيام، إلا في حال إذا يكون رئيس الاتحاد الجديد اتحاد قوي ورئيس اتحاد صوته أعلى من صوت الأندية، ليس العكس اللي حصل في فترة أحمد عيد. طيب ننتقل إلى الخبر القادم. اسمح لي أضيف يا خالد. تفضل. طبعا في نقطة مهمة في الموضوع هذا، أنه مثل ما ذكرت رابطة المحترفين حتصير مستقلة، رئيس الاتحاد ما راح يستهدف نفوذ على الأندية وعلى الرابطة، سيتم تشكيل الرابطة حسب ما صرح سمو رئيس الهيئة بالانتخابات أنه هذا أحد الأنظمة اللي تضاف للنظام الأساسي، أنه الرابطة تدير نفسها بنفسها بمداخيلها باشتراطاتها بكل تفاصيلها، بمعنى أنه رئيس الاتحاد ما راح يكون له نفوذ على رئيس الرابطة وعلى الأندية مثل ما حصل مع أحمد عيد. جميل. يعني يمكن واحدة من العقبات اللي كانت في الاتحاد السابق الآن تم تجاوزها. الآن تم تجاوزها. سيتفرغ رئيس الاتحاد للدرجة الأولى والثانية والفئات السنية والمنتخب الأول والمنتخبات السنية. يعني بتكون العلاقة بين النادي والرابطة مباشرة. 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 رئيس الرابطة هو اللي يبت في الأمور بالكامل. على أمل أنه ممكن يصير فيه برضو أيضا لجان داخلية تدير العملية بالكامل بدال لجنة الانضباط والاستئناف واللي يعني الآن في ظل الارتباط الدوري المحترفين بالرابطة، اللجان ستكون هي اللجان التي تعمل في اتحاد سوق الآن القدم. نفسها حسب تصريح سمو رئيس الهيئة ما لم يتم تنظيم آخر، لأنه التوجه أن الرابطة تدير نفسها بكل أحكامها لجنة عقوباتها بكل التفاصيل شيء. هذه نعم يعني فصل الرابطة عن الاتحاد تحت مظلة إداريا، ولكن تنظيميا وفنيا هي اللي تدير نفسها بنفسها، ما يصير لرئيس الاتحاد قرارات نافذة. طيب ننتقل للخبر القادم معنا في صحيفة الحياة. في صحيفة الحياة طاولت لويز كارلوس وفيتفا ومصطفى بصاص والبحث عن مشرف قيادي في الأهلي، مطالبات بالإبعاد. عادت المشكلات من جديد للنادي الأهلي بعد الخسارة التي مني بها الفريق الكروي الأول الجمعة الماضي من نظيره الفريق الهلالي على أرضه وبين جماهيره في جدة ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين، ما أبعد حامل اللقب عن مركزي الصدارة والوصافة وأبقاه خلف صاحب المركز الثالث فريق النصر. واتسعت كثيرا دائرة المطالبات الجماهيرية بإبعاد عدد من اللاعبين من فريق الأهلي خلال اليومين الماضيين، اللي شملت المطالبات إبعاد البرازيلي لويس كارلوس واليوناني إيوانيس فيتفا، إضافة إلى اللاعب المحلي الشاب مصطفى بصاص الذي ظهر في المباراة الماضية بوزن زائد أغضب كثيرا من الجماهير الأهلاوية. والمطالبات الجماهيرية لم تقتصر على اللاعبين إذا امتدت إلى الجهاز الإداري، عندما طالبت الجماهير بإحلال مشرف عام ذي كفاءة إدارية وقيادية مماثلة للمشرف السابق طارق كيال الذي حقق نجاحات لافتة عند توليه مهام الإشراف في أواخر الموسم الماضي، ما أسهم في تفوق الفريق وحصوله على بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين. طبعا ابو يزن، سؤال له علاقه بالجمهور. احنا لاحظنا انه في بعض الانديه ان الجماهير تظل اداه ضغط على الاداره في كثير من القرارات، ويمكن شاهدناها في اعوام سابقه. علاقه الاداره الاهلاويه مع الجمهور الاهلاوي، هل تصفها بانها علاقه طيبه لدرجه ان الجماهير الاهلاويه لها مكانة عند الإدارة الأهلاوية في اتخاذ القرار، وهذا طالب أو مما دعا الجماهير الأهلاوية للمطالبة وضغط على الإدارة باتخاذ مثل هذه القرارات؟ بين إدارة النادي الأهلي وجمهورها علاقة حميمة جدا، يعني تتمثل في النشيد اللي تم إيقافه في فترة من الفترات وجالسين يرددوه الآن الجمهور بطريقتهم الخاصة، والزي والطقم اللي لعبوا فيه برضه والطقم التفاحي، وفيها علاقة ود وعشق وانتماء. جمهور الأهلي
يدرك تماما انه مطالبه اوامر بالنسبه للنادي الاهلي وتنفذ من فتره الى فتره، لكن ان يصبح الجمهور صاحب قرار في تفاصيل الداخليه، هذا الموضوع جمهور الاهلي من الموسم الماضي متفهمين لهذا الموضوع، ولكن دائما ما يكونوا ملحين بالطلب انه نحتاج الامر الفلاني نحتاج الامر الفلاني، لكن يجب ان ياخذ الامر برويه بنوع من الهدوء بنوع من الاتزان في مثل هذه المحكات، لان الجمهور في الاخير جمهور عاشق ومحب وعاطفي، من الصعوبه ان تتخذ قرار مفصلي في حاله فرح او حتى حاله غضب. فبالتالي الجمهور اليوم يعني قاعد يشاهد ثغرات رئيسيه في النادي الاهلي، وهي وصلت حقيقه لاداره النادي الاهلي وصرح فيها رئيس المرزوقي، وكان في اجتماع امس مع المدرب قبل بدايه المباراه المح فيها لهذه الاشياء، اهمها مثل ما ذكرتوا في تقريركم لويز كارلوس وفيتفا ومصطفى بصاص. ودي اوقف مع مصطفى بصاص يعني شوي. اللاعب هذا جاي من اكاديميه النادي الاهلي مرورا بالفئات السنيه، وفتره الشباب تحتاج احيانا الى نوع من عدم الاهتمام او عدم المسؤوليه، وهذه موجوده حقيقه في بصاص. احنا لا نقسو عليه، لاعب في عمره 22 سنه ونطلب منه فوق المستحيل. حضرت المؤتمر الصحفي انا في مباراه الهلال والاهلي في جده اللي فاز فيها الهلال 2-0، فكان احد الاسئله مثل ما تفضلت، ليش انت متحمل 2-1؟ ليش هي هزيمه؟ ما عاد يفرق الهدف، شكلك طلعت قبل الهدف حق فكان سؤالهم الجروس الصحفيين اخو الزملاء، ايش سر اعتمادك على مصطفى بصاص؟ فرد بكلمتين، لاعب ناشئ يحتاج الى زرع الثقه واتاحه الفرصه. صحيح فيه البصاص ثقه ولاعب منتخب ولاعب دولي وحقق مع الاهلي الموسم الماضي الثلاثيه، ولكن في دروب واضح في مستواه، لا نتعامل معاه بقسوه لدرجه الاقصاء او درجه انه يتحمل كافه المسؤوليه. الاجتماع اللي حصل له تبعات كثيره جدا في التنظيم الاداري داخل النادي الاهلي. الشتويه الان على الابواب، سيتم تغيير الثنائي حسب المصادر وحسب التلميحات الاخيره، وسيتم الاستغناء عن علي الزبيدي. قرار علي الزبيدي في مساله التمثيل في مركز الظهير الايمن، قرار اداري هذا ولا قرار فني؟ قرار فني، لانه فعلا من الاسماء اللي كانت التغييرات اللي تكلمت عنها، قرار اداري ولا قرار فني؟ لان جاء على بالي اسئله بسالك اياها، هي منظومه متكامله، لان ممكن ما يخفى عليك الامر وانت يعني اقرب للبيت الاهلاوي منا. بعد التتويج بكأس بالدوري يعني لاحظنا اختفاء للداعم الأمير خالد بن عبد الله، في ظل المشاكل اللي قاعد يعيشها الأهلي الآن، يعني 3 أشهر أعتقد الآن بالنسبة للدعم الرمز، يعني حتى مع الخصخصة صرح أنه أنا ما حيكون عندي أي استثمار في النادي الأهلي، لأني أنا أدعم الأهلي في كل مكان وزمان. رحيل إدارة مساعد الزويهري كان في الفئات السنية 7 رواتب متأخرة. الأمير خالد دفع كل هذه الرواتب وعمل تنظيم اداري للفئات السنيه انه تتبع الهيئه الماليه اللي هو الامير فيصل بن خالد. سؤالي اين من اجل صرف الرواتب الشهريه ودعم اللاعبين. سؤالي اين هو خلال هذه الفتره الحرجه التي يمر فيها الاهلي الان موجود الامير خالد، كان في اجتماع في مجلس الرمز بالامس على ضوء تم رفع هذه التوصيات، وفي تغيير جذري حيصير في النادي الاهلي من ناحيه العناصر الفنيه. اما بالنسبه للمشرف العام وجدي الطويل اخذ ايضا توصيات من سمو الرمز واعاد الثقه فيه، وانه الاهلي كمنظومه عمل يجب ان يستمر بهذا الشكل، مش ليس بالضروره انك تكون بطل على طول، ولكن على الاقل في مستويات فنيه وفي تنظيم اداري وفي عمل قاعد يصير داخل النادي. طيب ابو وسن، يعني العلاقه بين الجماهير والانديه بشكل عام والجماهير الاهلاويه والاداره الاهلاويه ممثله ايضا في الرمز كما تحدث الزميل ابو يزن، هل ترى أنها علاقة صحية أن يكون هناك مطالبات جماهيرية وما على الإدارة إلا أن ترضخ لهذه المطالب؟ تراجع الفريق الأهلاوي هذا الموسم صراحة غريب، يعني في أخطاء إدارية واضحة ما حد يقدر يختلف عليها. يعني أعتقد أنه بعد خروج جروس من النادي الأهلي، هو من رشح جوميز لتدريب النادي الأهلي وقال أنه هو المدرب الأنسب للفريق الأهلاوي، وعلى ضوء تم اختيار جوميز وبدا معاهم الموسم حقق كاس السوبر، لكن التراجع بشكل عام في اداء المجموعه ليس لاعب او لاعبين، ممكن انها تكون مساله تشبع بعد الموسم الاستثنائي اللي قدمه الاهلي الموسم الماضي. مساله انك تبقى على نفس الريتم ونفس الاداء يعني ما
مواسم كثيرة، ما أعتقد أنه أمر بالسهل. الأهلي يملك الأسماء سواء على مستوى العناصر المحلية والعناصر الأجنبية، لكن في تراجع كبير. أنت اليوم تتكلم أنه الأهلي اللي ما صار له في السنتين أو الثلاثة الماضية صار له تقريبا في 10 مباريات، يعني الفريق يخسر 3 مباريات يعني مع، ما بقول متتالية، بس مع الفرق المنافسة، وتتعادل مع الرابع، يعني مثلا تتعادل مع الاتحاد، تخسر مثلا من الشباب والنصر الهلال. حتى مستوى الأهلي حتى في المباريات اللي بيلعبها سواء على أرضه أو خارج أرضه في الدوري ليس الأهلي المعروف في الموسم الماضي. أنت ما تقدر تحملها فقط إنه مسألة إدارية أو مسألة، لكن هي عوامل عدة تغير أسماء كثيرة في المجموعة سواء على الصعيد الفني أو الصعيد الإداري. عندك طارق كيال، موسى المحياني، عندك أسامة هوساوي كقائد كخبرة في خط الدفاع الأهلاوي كان موجود، أسماء خرجت من البيت الأهلاوي، حتى العناصر الأجنبية الموسم الماضي ماركينيوس، السنة هذه يحضر اللاعب دياز البرازيلي. دائما خالد بعد الهزائم بعد الخسائر تطلع الأصوات المطالبة دائما بالإبعاد أو بالإقصاء سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى المدربين أو حتى إنه تشكيك في الإدارات، لكن هذا أمر طبيعي. يعني هبوط مستوى فريق أو هبوط مستوى عدد من اللاعبين أو حتى المنظومة بشكل كامل تتغير، فما تتوقع إنه النتائج حتبقى مستمرة. أنت طيب غيرت مجموعة، التغيير حيشمل حتى الفريق داخل الملعب. يا خالد أنت بتتكلم عن إدارة برمتها تغير، رئيس النادي ونائب الرئيس والمشرف على كرة القدم والمدرب، تم إحضار مدرب جديد وإعادته مرة أخرى، يعني أمور كثيرة تغيرت في البيت الأهلاوي. الأهلاويين كذلك يعني لا يكون مرة يعني سقف طموحهم عالي انه الفريق هذا حيستمر بنفس النهج بنفس الريتم، ما راح يتغير. الاهلي الموسمين الماضيين حيبقى بنفس الريتم هذا، الاشياء تغيرت، لابد انه يدعموا فريقهم حتى يعود الفريق للصوره اللي يعني تتطلع لها جماهيرها. طيب اما مجرد خساره مباراه او مباريات هذا امر طبيعي انك تخسر من فرق منافسه وفرق ممكن انها تكون كوضع فني ممكن تكون افضل منك الموسم هذا. طيب ابو وسن، خلينا نرجع للتغييرات والمنظومه التي ذكرتها قبل قليل. يعني لو لاحظنا ان المنظومه التي يعني تغيرت في النادي الاهلي، يعني جميع الادارات تقريبا سواء او جميع الجوانب سواء كان الجوانب الاداريه او الجوانب الفنيه، مع بقاء جروس حيتاثر الفريق. جروس الموسم الماضي حقق للاهلي البطولات، الموسم اللي قبله ما حقق شيء باستثناء كاس ولي العهد. خالد انت جروس لا يملك عصا سحريه انه هو اللي حقق البطولات، هو مدرب يضع التكتيك ويضع الخطط، لكن عندما تتغير اشياء كثيره داخل الفريق الاهلاوي سواء طيب من الصعيد الاداري والصعيد حتى ما يحدث عناصريا. ما يحدث الان تعتبر انه يعني انعاش رئوي للاهلي في ظل النتائج السيئه والمترديه التي يعيشها الفريق الاهلاوي، خاصه انه في الموسم الماضي بطل. طبيعي خالد، انت تتكلم عن فريق بطل، فريق له جماهير، فريق سقف الطموح كذلك ارتفع عند جماهيره، يعني بعد غياب عن الدوري مواسم كثيره والفريق عاد حقق كل شيء الموسم الماضي. مساله انك انت جماهير الاهلاويه الان خلاص طموحها صار الفريق انه بطل ما ينهزم، الفريق انه ما راح يتراجع مستواه. هذا يا خالد يعني مثل انت ما تعمل غيرك من الانديه بتعمل، ومثل انت ما ارتضيت انك انت تكون بطل الموسم الماضي وتحقق كل حاجه غيرك يعني بيرغب انه يعود ويحقق البطولات ثاني مره. هذه هي منافسه كره القدم، لكنك انت مجرد خساره مباراه او خساره، يعني خلينا نقول خساره ممكن منافسه في بطوله، انك انت تخسر كل شيء. الاهلي بنى هذا الفريق في مواسم عده، الاهلي كان يوصل للنهائي في الدوري وهذا ويخسر البطوله. طيب وما زال كان يعمل وكان هناك خلف الرمز خالد بن عبد الله، واستمر طيب الفريق في البناء الى ما وصل لهذه المرحله. طيب انا بس لكنك ما تنهزم او انك ما تخسر، الكل صح يعني بيكون في غصه يا خالد طيب للخساره، لكن اتوقع اعتقد انك توصل الامور انك تقصي كل احد في النادي. طيب اتوقف، بعطيك المجال وائل حمدان، بس بتوقف واقرا تغريده من الحكم احمد الوادعي، طبعا اللي كان احد الاسماء المرشحه في لجنة الانتخابات أو أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتم استبعاده. وذكر في تغريدة أنه تم توكيل محامي سابق في لجنة الاستئناف، وقرار اللجنة الانتخابية باستبعادي غريب وغير مقنع،
وحقي لن يضيع. طبعا اذا الشباب اذا في امكانيه ان نتواصل مع الحكم احمد الوادعي من خلال هذا الاتصال، من خلال اتصال تليفوني للحديث بشكل اوسع عن هذه التغريده، ارجو ان يتم التواصل مع الحكم احمد الوادعي للحديث عن هذه التغريده بشكل اوسع. طيب تفضل. انت كنت سالت عن هل لو جروس استمر مع النادي الاهلي اتوقع انه جروس فعلا لو استمر هو المطلب الرئيسي اللي كان موجود، لدرجه انه الجماهير يعني كان بيودعها في الملعب، واضح انه يعني في مغادره لجروس. اليوم لما انت تستمر على نفس المنظومه وعندك تنظيم معين في المعسكر، بالتالي انت راح تحافظ على رتم اللاعبين، راح تحافظ على اللياقه وعلى المعدل الغذائي وكل التفاصيل هذه. اللاعبين ايضا اللي راحوا المنتخب حتكون عارف كيف تتعامل مع البديل الجاهز. جوميز لما جاء كان عنده 8 لاعبين في المنتخب، اخلت بالمرحله التنظيميه التدريبيه للمعسكر بالنسبه لجوميز، فبالتالي كان عنده خلل. الامر هذا لو كان بالنسبه لجروس كان على قدره كافيه انه يستطيع ان يتعامل معه ويقدر يامن البديل، لانه الفريقين الفريق له معاهم سنتين، فبالتالي يعرف مثل هذه التفاصيل. ايضا موضوع ثاني، لما الرمز ظهر وصرح، وهذا امر مو سر يعني اليوم احنا بنتكلم عنه، وانه كان يتمنى انه بقاء عيسى المحياني على اعتبار انه طارق كيان راح يواصل مع الفريق، وهذه صرح فيها الرمز. يعني ما جبت شيء انا اليوم من عندي، لما يتكلم الامير خالد بن عبد الله فما يتكلم للاهلاويين، هو يتكلم للوسط الرياضي بشكل عام. ونجد انه تصريحه يجلس متداول في الوسط الرياضي من اسبوع الى 10 ايام في تحليله في تفصيله في استبعاد يعني استرجاع ابعاد هذا التصريح. فلما قال انا لي عتب على طارق كيال لما طلب ابعاد عيسى موسى المحياني من النادي، وبالتالي بعد يومين ينضم للمنتخب السعودي، كان من الاولى دامك عارف انك انت حتروح المنتخب، كان من الاولى ان موسى المحياني احد الجنود المجهوله في النادي الاهلي في تحقيق ثلاث بطولات الموسم الماضي. فبالتالي مثل هذه الاخفاقات او هذه الاضطرابات في العمل في الاداء الفني والاداري اللي نشوفها مع جوميز طبيعيه جدا انها تحصل، على اعتبار انه كان عندنا موضوع هام رئيسي جدا اللي هو الانتظام والمحافظه على العمل الاداري بالشكل اللي يكفل استمراريه النادي الاهلي كما عهدناه في الموسم طيب الماضي. جميل. ارجع للتغريدات. عبد الله برباع، رساله للاخ وائل: للاسف طرحك عن الاهلي بعيد عن الواقع، انما تطرح ما بنفسك، وللعلم جمهور الاهلي لم يشكك في الاداره انما طموحه كبير. حيدر بطالب يقول: من وجهه نظري الاهلي كان يعاني من الضغوط من اجل لقب الدوري، لهذا السبب شهدنا فريق قوي في الملعب وبعد تحقيق الدوري قل الحماس. ابو عبد الله الحجيري يقول: الاهلي يحتاج لمدير قوي شخصيه يضبط اللاعبين، الطبطبه على اللاعبين ما تنفع مع هؤلاء الذين لم يحترموا الجماهير في لقائهم مع الهلال. محمد المتحمي يقول: سؤال الاخ حمدان، هل المشكله في الاهلي اداريه ام فنيه ام فوقيه من اللاعبين، وهل الاهلي ملك لجماهيره؟ سمسم سومات يقول: لماذا هذا الانفعال؟ بسبب فوز الهلال على الاهلي، الهلال فريق كبير، اعتقد ان عوده جروس لن ينجح هذه السنه مع الاهلي. نواف 51 بطوله يقول لي: يا مقدم لو سمحت لا تقاطع حمدان باسئلتك اللي ما لها سنع. ابشر يا نواف. انا قاطعتك حمدان؟ لا بالعكس ابو جاه، تسلم. ابو باسم الملكي يقول: جماهير الاهلي تعتبر انفسها اعضاء شرف، وهذه الميزه الفريده لا توجد الا في الاهلي الملكي. ممدوح الرويلي: لماذا لا يستعين مدرب الاهلي بلاعبين من اولمبي الاهلي مثل مدرب النصر وادخال منافسه بين اللاعبين الاساسيين والاحتياط؟ الرياضي يقول: التهويل الصحفي والاعلامي لخساره الاهلي لثلاث نقاط نوع من حروب المنافسين الاعلاميه لا علاقه لها بالواقع. ما شاء الله، يعني التغريدات كثير. اخو العيال يقول: تحيه طيبه للمبدع وائل النجار، سؤالي له: هل مناخ في الاتحاد يساعد على تحقيق اكثر من بطوله هذا الموسم؟ طبعا بودي يعني انه يكون في موضوع الاتحاد ان نرجع لوائل. وائل، سمعت التغريدات يا وائل؟ خلينا نشوف الرمز. سمعته اللي هو يسأل عن طيب خلي وائل اول شيء يرد على. تفضل خالد. في احد المغردين يقول انك يعني انت تتحدث عما في نفسك ولا وبعيد عن الواقع، اللي هو عبد الله برباع. مع احترامي له كشخص ما قللت من النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير، نادي غني بجماهيره، يكفي انه حقق بطولات الموسم الماضي، حقق الدوري. اين الاستنقاص اذا انتقدنا تراجع الفريق واداء الفريق؟ لكن اعتقد انه ممكن يبغاني يعني
أشيد حتى بخسارة الأهلي في مباراة الهلال. طيب. يبدو كذلك. الأهلي فريق كبير وعود جماهيره على الانتصارات. مسألة تراجع الفريق كل ينظر، يعني أنا كإعلامي ممكن بعيد عن البيت الأهلاوي، لكن أنا بنظر بالشيء اللي أشاهده إنه الفريق في أمور تغيرت في البيت الأهلاوي من ابتعاد الرئيس، من ابتعاد نائب الرئيس، حتى تغيير المدرب مثلاً وتغيير عناصر الأجنبية ممكن ما شكلت الإضافة للفريق الأهلاوي هذا الموسم. يعني حتى محمد عبد الشافي النجم المصري يمكن أفضل اللاعبين الأجانب في 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 الكرة السعودية في المواسم الأخيرة، يعني مع بداية الموسم ليس محمد عبد الشافي اللي كان موجود الموسم الماضي وكان بيأدي أدوار جدا كبيرة. طيب. في تراجع خالد. كلامك صحيح، كل اللي انت ذكرته هذا كله يرجع للاستعدادات اللي احنا ذكرناها. الفرق بين جروس وبين جوميز انه جروس عارف تركيبة اللاعبين وبيعمل لهم معسكر جيد، لما جو جوميز اختلف المعسكر تماما فاختلفت الاستعدادات بالكامل، بالتالي احنا شاهدنا النتيجه اللي انت ذكرتها الان اللي قاعد تقول عليه انه مستويات اللاعبين سيئه. وايضا محمد عبد الشافي لما انت تذكره كاحد اللاعبين المميزين كان مستواه نازل، هذه كلها ترجع لطبيعه المعسكر. فتغيير جروس يعني مثل انت ما سالت وائل قبل شوي انه هل مؤثر؟ لا مؤثر، قد لا يلقى يعني لمستوى اللي يامله الجمهور والشارع الرياضي والاعلام، ولكنه بالتاكيد مؤثر، قد يتعامل مع اللاعبين بالطريقه اللي يفهم تركيبة اللاعبين لأنه معاهم له موسمين. جوميز نعم مستوى محمد عبد الشافي نازل في اللياقة بسبب المعسكر لجميع اللاعبين ومعظم اللاعبين، مع جروس بدأت تأخذ في الصعود تدريجيا. طيب. والهزيمة من الهلال ليست نهاية المطاف، فريق طيب. منافس، فريق كبير جدا لا يستهان فيه، واتمنى التوفيق ان شاء الله للفريقين. تعليقاتك على التغريده عشان انتقل الخبر انت بعده. ذكرت انه اعتقد ثلاث اسئله. النادي ملك جمهوره، هذه ذكرها رائد الرياضه السعوديه الامير عبد الله الفيصل. وطبيعي انه الاهلي مثل ما ذكرت لهم تاثير على الاداره. ولكن في القرارات في المفصليه لا. طيب. لا اعتقد انه في فوقيه، لا اتفق مع هذه الكلمه، لكن هذه الكلمه بنسمعها من الجمهور. اتمنى حقيقه انه ننظر احنا اليوم في الجوله العاشره. لا زال امامنا متسع كبير جدا، لا نحكم على اللاعبين ولا المدرب ولا الدوري بالكامل من الجوله العاشره، في الجوله 16 17 تبدا تتضح ملامح الدوري، اضافه الى عدم اغفال بطل الشتاء. بطل الشتاء ده غالبا في العشر سنوات الاخيره هو اللي يكون بطل الدوري، نتعامل مع هذه الجزئيه انه بطل الشتاء كل الانديه تبدا تتعامل مع هذا البطل. طيب بنخلي لك السبق، من تتوقع بطل الشتاء في الثلاث جولات المتبقيه؟ اتوقع الهلال. طيب اعطونا الخبر القادم مشاهدي الكرام. طبعا هي خبرين، يعني الخبر راح يكون في صحيفه الرياضيه. النصر يجدد الثقه في زوران وهزازي والعنيزي يشاركان، طبعا هذا الخبر ل الزميل حواس العايد، وذكر فيه أن إدارة نادي النصر جددت ثقتها في الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم عقب الاجتماع معه في مكتب الرئيس فيصل بن تركي بمقر النادي بعد نهاية التدريب. طبعا الخبر الثاني له علاقة بالنصر أيضا، في صحيفة عكاظ النصر يطلب أجنبيا لديربي الأهلي، من المنتظر أن تخاطب إدارة نادي النصر، عفوا لديربي الهلال، شكرا للتصحيح، من المنتظر أن تخاطب إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي الأمانة العامة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل طلب طاقم حكام أجانب لإدارة مباراة الديربي أمام الهلال، والمقرر موعدها يوم الجمعة 16 من شهر ديسمبر القادم في الساعة 8 مساء ضمن مباريات الجولة 13 من دوري جميل للمحترفين. ويأتي الطلب النصراوي من أجل ضمان نجاح مباراة الديربي، خصوصا وأن الفريق النصراوي أحد المنافسين على لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي، ويحتل حاليا المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة. وائل يعني خلينا نتكلم عن البيت النصراوي. البيت النصراوي يعني شهد في الفترة الأخيرة يعني حالتين مختلفتين، يعني خمس جولات لم يخسر، خسر مباراة أمام التعاون، خسارة لم تكن متوقعة من قبل النصراويين. هذه الخسارة ألقت بظلالها على الكثير داخل البيت النصراوي، هناك من طالب بإلغاء عقد المدرب، هناك من طالب ب
إقصاء وأبعاد المحترفين والبحث في الشتوية عن المحترفين أفضل إمكانيات من هؤلاء المحترفين. وهناك أيضا من طالب بإبعاد بعض اللاعبين المحليين مثال حسين عبد الغني ومثال الفريدي. كيف ترى وضع النصر في ظل هذه الوضعية التي يعيشها الفريق النصراوي؟ باختصار النصر مر في مرحلتين، مرحلة إصابات المتكررة اللي بيعاني منها الفريق من الموسم الماضي، وغالبيتهم يعني نجوم الفريق سواء إبراهيم غالب وعبد العزيز الجبرين في هذا الموسم، نتمنى له إن شاء الله العودة السريعة للملاعب. بخصوص المدرب زوران، عندما يكسب الفرق الكبيرة مثل الاتحاد والأهلي الإشادات من جميع أطياف البيت النصراوي سواء إعلامية أو جماهيرية بهذا المدرب إنه هو ظلة النصر، عندما يخسر من الخليج ومن التعاون ومن الاتفاق يطالب مباشرة بإقالة المدرب. يعني هي أعتقد أنها أصبحت يعني أمر طبيعي جدا. يعني إحنا اليوم خالد 9 مدربين تم تغييرهم في الدوري، تمام، مو مشكلة أنه يلحق بهم المدرب 10 و11 عادي، يعني الأمور أصبحت طبيعية، تسمع خبر إقالة مدرب وإسناد المهمة لمدرب آخر. لكن أعتقد أن النصراويين ممكن هم اللي داخل البيت النصراوي ممكن هم أعلم بوضع فريقهم بشكل عام. طيب، هل هي المشكلة فقط في زوران أو حتى أداء بعض اللاعبين يعني متراجع بشكل كبير؟ يعني احنا طيب، حتى الإشكاليات مع حسين عبد الغني وقبله مع أحمد الفريدي وغيابه، يعني في أمور ممكن القريبين من الشأن النصراوي ممكن أعلم في هذه الأمور، ممكن يكون هم أكثر دراية واطلاع في هذا الجانب. طيب، يعني بإيجاز قبل أن ننتقل للخبر الثاني الذي يتعلق بطلب النصر لحكام أجانب، يعني لاحظنا في الأيام الماضية أن هناك إصرار من السيد ماميتش بعدم إشراك حسين عبد الغني وأحمد الفريدي. طبعا أحمد الفريدي للغياب الذي سبق المشكلة التي كانت بين نادي النصر وأحمد الفريدي حول المبالغ التي يطالب بها الكابتن أحمد الفريدي. مشاركة حسين عبد الغني وأحمد الفريدي خاصة في مباراة التعاون، يعني ألا يعني تعطي صورة أن هناك ضغط من الإدارة النصراوية على ماميتش وماميتش رضخ لهذه الضغوط؟ طب ليش ما ضغط في مباراة الاتحاد عندما كسب المباراة؟ خالد دائما زي ما قلت لك في يعني لما كنا نتكلم في محور النادي الأهلي إنه دائما الخسائر تطلع فيها أصوات يكون فيها كثير من المطالبات الغريبة. حسين عبد الغني أي نعم لاعب ممكن له مشاكسات في الملعب وخارج الملعب كثيرة سواء يعني مع اللاعبين المنافسين، والموسم هذا منذ بدايته سمعنا إنه في بعض الإشكاليات حتى مع بدر الحقباني. لكن زوران هو نفسه اللي أبعد حسين عبد الغني وأحمد الفريدي عن مباراة الاتحاد، وعندما يعودوا لمباراة التعاون يكون تم رضوخه لمثل هذه المطالبات. يعني هذه الأمور خالد سمعناها إحنا مثلا في مواقع التواصل، لكن أنا أستغرب مدرب فاز على الاتحاد بدون الفريدي ومثلا حسين عبد الغني ويعيدهم وعشان يخسر المباراة. يعني بعض اللي طالبوا في هذه الأمور يعني أعتقد أمر غريب. حسين نجم كبير، أحمد الفريدي نجم كبير، وجودهم إضافة للفريق النصراوي يعني بلا شك، لكن هي كرة قدم مثل ما تكسب حتخسر في أي مباراة. طيب، أبغى الرد على الخبر هذا بإيجاز. استمرارية النصر في المطالبة بحكم أجنبي، كان هناك طلب في مباراة الاتحاد ولكن لجنة الحكام لم توافق على هذا الطلب، الآن النصر يكرر الطلب في مباراة الهلال، هل هذا دليل على أن العلاقة ما زالت بين النصر ولجنة الحكام يعني علاقة نقدر نقول أنها ما زال فيها نوع من التوتر؟ النصر هو من أحضر الحكام في مباراة الاتحاد عادي، لأن قرارات لجنة الحكام أنك تقدر تحضر حكام أجانب حتى في المباريات اللي تقام خارج أرضك عادي جدا، ومسألة أنك تلعب مثلا مباريات المنافس يعني المنافسين الجماهيرية الإعلامية مثل الاتحاد الهلال الأهلي اعتقد هذا امر طبيعي. يعني كل نادي يبحث عن مصلحته، اذا راى النادي النصر انه مصلحته في احضار حكم اجنبي ايش المشكله؟ طيب، انا بدي اعلق على موضوع المدير الاداري في الفريق. حقيقه هذا المركز او هذا المنصب ماخذينه احنا يعني تحصيل حاصل وماخذينه طقطقه وماخذينه تمشيه حال، مع انه هو اللي يدير العمليه منظومه كره القدم بالكامل، الناحيه الانضباطيه الفنيه والاداريه. ما في حقيقه يعني دعم رئيسي لهذا المنصب أن يكون هذا اشتراطات، يكون الرجل هذا متفرغ كمنصب، اللي بيعمل في هذا المنصب يكون متفرغ. جيب لي نادي الآن في المملكة العربية السعودية جلس هذا من 2 إلى 3، تجد في كل الأندية
يتغير من مرتين إلى ثلاثة، ويجيب لاعب قديم ويجيب صديق ويجيب إعلامي ويجيب كل من حب ودب ممكن يدير هذا المنصب. هذا المنصب يا جماعة الخير هو المنصب الرئيسي اللي من خلاله تدار كرة القدم بالشكل الصحيح. القرارات الانضباطية، التعليمات، التوجيهات، المحاضرات، التوعية للاعبين، كل الأمور، كل التفاصيل هذه معنية بهذا الأمر. بالتالي لما نجد إحنا هذا الشخص، وهذا واقع رياضتنا، أنه رياضتنا احترافية، ولكن اللي يديروها هو، لما نجد أن اليوم هذا الشخص مسؤول عن شركة أو عن عمل، وبالتالي نجده في المساء يدير العملية التنظيمية والتدريبية بتركيز ضعيف، بجودة ضعيفة، عدم اهتمام، تحصيل حاصل، تأدية وقت وامشي. هذا الأمر حقيقي إذا نبغى نتطور في فرق كرة القدم يجب أن يكون منصب مدير كرة القدم شخص متفرغ. احنا بنشوف أنه في التنظيم الآسيوي أمين عام النادي يجب أن يكون شخص متفرغ في التنظيم الآسيوي، وبنرفع احنا لهم اليوم من خلال أنديتنا المقترة اللي بتشارك في آسيا، بنرفع لهم أنه هذا الشخص فعلا متفرغ. وهذا أيضا شايف حقنا احنا، مو طيب، مو كويس أنه احنا والله بنرفع لكم أنه قاعدين الشخص ذا متفرغ. هو مش متفرغ ابدا، ولا في منظومه كره القدم اشخاص متفرغين. الاتحاد السعودي لكره القدم، من الشخص المعني الوحيد اللي متفرغ في منظومه كره القدم بالكامل بما فيهم رئيس الاتحاد احمد الخميس امين عام الاتحاد، فقط هو المتفرغ لانه يعتبر تحت مسمى المدير التنفيذي. كل هذه الفوضى الاداريه والعبث الاداري هذا، اذا انا ابغى انزل للنادي وابغى اهتم في النادي اللي يعنيني بالدرجه الاولى، مدير إدارة كرة القدم يجب أن يكون متفرغ تماماً. جميل. لمتابعة اللاعبين، لمتابعة السهر، لمتابعة اللوائح، الانضباطات، كل القرارات هذه بالتالي تعكس لي فريق يستطيع أن يقدم نتائج طيبة داخل أرض الملعب، تنعكس على هذا الجمهور اللي نجده هو الوقود وهو الاستثمار الحقيقي لكرة القدم، هم جمهور كرة القدم في كافة الأندية. جميل. نختم هذه الحلقة مشاهدي الكرام بخبرين لهما علاقة بآخر التطورات في البيت الهلالي. في صحيفة المدينة، الهلال يعاود تدريباته تحضيرا للشباب، والهويش يدير المواجهة. أما الخبر الثاني في صحيفة مكة، الهلال يقترب من عموري ويتفق مع الفرج. وائل، طبعا تجاوزنا وقتنا، لكن إن شاء الله الشباب بيسمحوا لنا بدقيقتين، دقيقة لك ودقيقة حمدان. الآن بعد هذه النتائج التي حققها الهلال مع دياز، وتعتبر مباراة الأهلي هي الانطلاقة، لاحظنا أن هناك أمور بدأت تتطور وتعود إلى الوضع الأحسن في نادي الهلال، ومن ضمنها سلمان الفرج وموضوعه مع الفريق الهلالي. الانتصارات دائما أمر إيجابي في الفريق، عكس الخسائر اللي مثلا يكون فيها صراعات داخلية ومن الجماهير ومن الإعلام. لكن أعتقد أنه الانتصار على المنافس المباشر كان للفريق الأهلاوي، للهلال اللي هو الفريق الأهلاوي في بطولة الدوري، أعتقد يعني حاجة جدا إيجابية للهلال. الهلال لكن الإشكالية اللي ممكن سيواجهها أنه خلال الشهر المقبل، شهر ديسمبر، حيواجه الشباب، حيواجه النصر في مباراتين في نصف ولي العهد وفي الدوري. أعتقد أنه قد تتغير بعض الأمور في حال يعني تعثر الهلال وما استمر في نفس الرتم اللي قدمه، لأنه الهلال قبل مباراة الأهلي كان في إشكاليات كبيرة من ناحية أداء اللاعبين، وحتى بعد فوزه على الرائد يعني في الثواني الأخيرة. لكن دائما انك تكسب منافس اعتقد انه امر ايجابي للفريق. طيب حمدان، يعني يمكن الهلاليين وجدوا ضالتهم في دياز الذي استطاع بالفعل، يعني اذا كنا نتكلم عن اخر اربع مواسم او اخر ثلاث مواسم، يعني كانت الغلبه للاهلي في عدد النتائج، الفوز والخساره. دياز استطاع ان يعني يكسر هذه القاعده ويتغلب على الاهلي ويعيد الهلال ل الانتصارات على طبعا كان في هناك فوز كان في هناك فوز للهلال على الاهلي في كاس ولي العهد، ولكن انا اتكلم عن مباريات الدوري.
يحسب لدياز انه كسر القاعده اللي ذكرتها معاك قبل شهر على هذه الطاوله، يمكن في الطاوله الثانيه، انه سلمان الفرج سبب هزيمه الهلال. كيف؟ بعدم اشراك سلمان الفرج. لا يمكن لاي مدرب يدرب الهلال انه يستغني عن سلمان الفرج. في تدخلات اداريه في المدربين بعدم اشراك سلمان الفرج لما يكون اساسي في المنتخب، واليوم نجده احتياطي في الهلال. دياز كسر هذه القاعده، وهي احد مكتسبات نادي الهلال، انه عادنا سلمان الفرج من افضل اللاعبين في المملكه العربيه السعوديه. يلعب سلمان الفرج على نمطين، نمط انه يلعب كتنظيم داخل الملعب بدون ما يستلم الكره في لمسات مربعات وشاهدتها في ارض الملعب، او يستلم الكره ويعمل على تمريرات بالتالي تكون فيها صناعه محققه. دياز كسر القاعده الاساسيه لاداره نادي الهلال بالتدخل المباشر في العمل، ودياز قد لا يستمر مع نادي الهلال لانه مطلوب في الارجنتين كمدرب للمنتخب الارجنتيني. هذه على ذمتك الكلام هذا ان شاء الله. طيب برجع لك وائل، طبعا الشباب اعطونا دقيقتين زياده، برجع لك وائل وبرضه لك دقيقه. هل الهلال في حاجة عموري في ظل هذا التكدس في اللي نشوفه الآن ما شاء الله، أو عفوا هذه الوفرة حتى ما يزال الهلاليين، هذه الوفرة ما شاء الله لا إله إلا الله في وسط الفريق الهلالي، هل الهلال في حاجة العموري؟ كل الأندية في المملكة بحاجة العموري، ليس فقط الهلال، بس هل عموري سيأتي للمملكة؟ أعتقد أنه أمر صعب، أنه يعتبر السوبر في الإمارات وكل أندية الإمارات تتمنى. إحنا نعرف أنه أندية الإمارات ترى بتدفع مبالغ كبيرة للاعبينها من أجل البقاء عليهم. تتوقع أنه ما عندنا لاعب يعني بحجم عموري، يوم تقول كذا الأندية تتمنى عموري في الفترة الحالية؟ طبعا ما قارنت لاعب بعموري، بس لما تيجي تسألني عن عموري، العموري أفضل لاعب آسيوي، كل الأندية تتمنى أنه يكون عندها لاعب مثل عموري. طيب الهلال اتفق مع الفرج، اعتقد هذه تكفيهم، وهم في غنى عن عموري، لانه عموري حقيقه لاعب في المنطقه كل الانديه تحتاجه، لكن تركيبه المجتمع السعودي لا يمكن انه يفرطوا فيه الاماراتيين بسهوله، على اعتبار انه كان اساسا من وليد المملكه العربيه السعوديه ورحل الامارات، ما اتوقع انه يجي. وين جدد الهلال؟ اتفق مع الفرج، فهذا خير وبركه، لانه لا يمكن يكون معك في الوسط نواف العابد وسلمان الفرج وعموري، على اعتبار انه عقد الفرج ثقيل جدا، وهو المعضله الحقيقيه بين اداره نادي الهلال واللاعب. فلو اتفقوا مع سلمان الفرج ما راح يكون عندهم القدره الماليه انهم يتفقوا مع عموري. انا شفت عقده تقريبا، دخلت على الويكيبيديا الخاصه فيه امس، 17 مليون درهم، لاعب بهذا الحجم ومبلغه يعني معقول مقارنه بلاعبينا. لما نجد مبالغ تطلع على طاوله المفاوضات من اللاعبين السعوديين وامامنا لاعب مثل عموري عقده 17 مليون، حقيقه تضع الف علامه استفهام. اختم، اذا الهلال جدد مع الفرج لن يحتاج عموري، لن يستطيع ان يجلب عموري بالاصح. وانا اختم بالشكر لضيفي الكريمين، ضيفي البرنامج الزميل وائل النجار الاعلامي الرياضي من جده، شكرا يا ابو وسن، شكرا، يعطيك العافيه. شكرا يا خالد، شكرا زميل حمدان، شكرا مشاهدينا الكرام. الشكر موصول للزميل حمدان الغامدي الاعلام الرياضي، شكرا ابو يزن. شكرا لك اخوي خالد، شكرا للزميل وائل، للزملاء خلف الكنترول، للساده المشاهدين. كل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا الكرام، يا من تابعتم برنامج عالم الصحافه واستغرقتم من وقتكم الثمين 60 دقيقه لمتابعه ابرز ما حفلت به الصحافه الرياضيه في هذا اليوم. غدا يجمعنا لقاء اخر، حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات طاقم العمل، الى اللقاء.